التواصل يستمر أيها الحضرة الكريم مشاهدينا الكرام. تابعنا مع حضراتكم أول أشواط الدرايل المهجنات الأصايل وقطنة من حازت على ناموس والانتصار. قدمها حمد بن محمد بن راشد الشامسي 6:19 من الثواني التوقيت الأفضل هذا الصباح وبهذا التحدي والإثارة. شكرا على هذه المتابعة مشاهد الكرام. هناك أيضا محمد بن بطي ايضا الشامس هو من تابع ايضا قطره. شوط اخر ينطلق ايها الحبل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات للقعدان المحليات الاصايل. انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين. ناخذ مقدمه الشوط وبلقى الطاقي مسلم بن حمد بن قناص العامري هو من يقدم الطاقي مع المركز الاول في هذه الاثاره، بينما المركز الثاني يتقدم ايضا في هذه اللحظات اللي هو مغامر محمد بن سعيد بلوتية العامري هو يقدم مغامر على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث بلقى ايضا الوسمي دبلان بن دنان بن فالح الشامس يقدم الوسمي مع المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات يتقدم اللي هو ملهم هذا بن حارب بن مغيل الخيالي، وخامسها هذا التقدم ايضا في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف بن عمر ايضا ويتسلل، وكذلك ايضا عن يوش سعيد بن احمد بعوانه المنصوري، لكن اللي غير بالطرف الاخر شاهين سيف بن سعيد بن علي بن عمر الشامس يقدم شاهين مع مستوى المركز الخامس. وبعد الخامس وش هناك؟ نتابع ايضا هذه الاسماء، نتابع هذه النجوم التي حضرت في هذا الانطلاق وبهذا الابداع والتحدي والاثاره ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الاعداد التي حضرت في هذا الانطلاق وبهذه التحديات المستمره ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الصوره التي توضح هذه المجاميع التي حضرت مع حضراتكم باول اشواط القعدان المحليات الاصايل في هذه اللحظات وبهذا التحدي المستمر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف العرض وشوف الابداع وشوف التحدي. بن قناص اسمن رايع لامع 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 واضح امام حضراتكم، وكذلك ايضا لموع ليس على ارضيه هذا الميدان ولكن في جميع الميادين ما شاء الله تبارك الرحمن. يتقدم على مقدمه الشوط مع المركز الاول الطاقي، مع المركز الاول ما شاء الله يقدم ايضا بهذا التقدم وبهذا الابداع المستمر. هناك مسلم بن حمد بن قناص العامري على مقدمه الشوط مع المركز الاول بهذا الانطلاق وبهذا التحدي والاثاره ما شاء الله. صاحب عوايد هذا القعود هذا ما من فراق يا الربع ما شاء الله.
ما من فراق هذا القعود الهلا ايضا حضور لابد لحضور هذا القعود اللي عنده خلفيات لابد ايضا الزعفران في المهم في الزعفران في مجموعة الزعفرانية ما شاء الله هذا هو يتقدم على مقدمة الشوط مع المركز الأول بهذا الانطلاق وبهذا الأبداع والتحدي والإثارة ما شاء الله تبارك الرحمن شوف الطاقي مع المركز الأول لكن محاولات راعي سمحة مع الوسمي ما شاء الله مع الوسمي في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع يتقدم على المركز الثاني في هذه الإثارة وبهذا الاندفاع ولكن هذا الطاقي بن قناص مع المركز الأول ما شاء الله يتقدم الجموع في هذه اللحظات وبهذا التحدي والإثارة مع المركز الأول ما شاء الله شوف العرض وشوف الرقص ما شاء الله شكل نوع فريد ما شاء الله تبارك الرحمن هنيالك على هذا المال الطيب يا بن قناص هذا هو يتقدم القبوع والعصاف الابطال ما حد قال له شيء رقص تلقائي ما شاء الله العصا مبند الجهاز مبند وكذلك ايضا جميع الامور مبنده مع الطاقي تهانينا وناموس ايضا نبعثها لمالك الطاقي مشاهد الكرام بهذا الرقص الجميل ومن قدمه ايضا هناك مسلم بن حمد بن قناص العامري بقى ثاني المركز الثاني أيوة الحب الكريم اللي هو انضم مع اللحظات الأخيرة وتا أيضا الفاتن علي بن محمد بن سالم اليابري والمركز الثالث كان الوصول من خلال تواجد الصاروخ خميس بن عبيد بن سالم الراشدي رابعا المهم أيضا هناك الوسمي دبلان بن دنال بن فالح الشامس خامسا كان وصول وتقدم من خلال تواجد انضمام شاهين مبخوت بن محمد بلوتية العامري هذه هي نتائجنا اكتملت إلى مسامعكم و13 يتحطم التوقيت الزمني 6 دقائق 13 مع الطاقي ومع بن قناص تهانينا والناموس